احنا سريعا عايزين نعمل عمليات اساسيه قوي مهمه جدا. احنا لو عملنا الاد هيبقى خلاص العمليه انتهت، الابديت زيها، الديليت زيها، انتهت الفكره. لان ليهم خصوصيه، اولا هي اولا مش طبعا في اليو ار ال هنأد بوست او تعال نشوف ان شاء الله توكل على الله. ان احنا مثلا عايزين نأد، مثلا عايزين نأد من بره، يعني من هنا. طبعا البوست مان هو بديل للموبايل ابلكيشن او بديل للويب ابلكيشن كالفرونت اند بتاع الموبايل ابلكيشن او فرونت اند بتاع الموبايل ابلكيشن او فرونت اند بتاع الديسكتوب ابلكيشن او اي حاجه. بديل سريع لتجربه واختبار الاي بي اي بتاعتنا شغاله ولا لا، عشان احنا لسه ما دخلناش في الفرونت اند. دي فكره البوست مان باختصار. ولذلك احنا طبعا لسه ما برمجناش ولا ويب ولا 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 موبايل. ان شاء الله هم دول اللي يكونوا يعني عليهم الشغل، ولذلك الدنيا ماشيه بالشكل ده. طيب فاحنا هنقول بسم الله احنا عايزين نعمل حاجه ثانيه، ان احنا نقول له والله احنا هناخد الحته دي كده. بس خلي كده هقول له دي مش هسميها اد ام بي، انا هسميها اد ام. وكل اللي هنا لسه ما قلناش اي حاجه خالص، ولا الاكسبشن لسه ما قلناش حاجه خالص. ان شاء الله هنقول في اد ام وفي الروتر، اهم حاجه نعمل روتر للموضوع. ام عادي، بس انا بدل بقول اد جيت اقول له اد ايه؟ اد بوست. وهنرجع على الفانكشن اسمها اد ايه؟ اد ام. تمام؟ انا كده عملت ايه؟ عملت روتر جديد، بس في الروتر ده هو بوست مش جيت خالص. وفي نفس الوقت هو بيعمل عملية أخرى هنكلمها من خلال الإند. لو رجعنا تاني للأورينت داتابيس امبليميشن، شو الأد كانت مطلوبة مني؟ طبعا لو مش عندي كود مش متاح، فأنا ما فيش مشكلة إن أنا أقول امبليي دوت أد امبليي وهشوف. تمام؟ أد امبليي قال لي ممكن تبعت لي إيه الإند أي دي دي من مش عارف إيه كذا كذا. هو ده اللي أنا إيه؟ عايز اجيب لك الام بي اي دي والنيم والولي ماشي. طبعا ممكن اشتغل بالاسلوب اللي هو لا ريكوست دوت كوي، وده مش صح. ده بينفع في حاجات اللي هي زي دي كده، مثلا تبعت رقم الموظف هبعت لك بيانات وبس، مش اكتر من كده. لكن لما تيجي تعمل اضافه ممكن تكون بتضيف باسوردات، ممكن تضيف حاجات هامه شويه، ما ينفعش تبعت على الكويري من فوق كده، ده مش صح. وبالذات كمان لما تكون بيانات كتيره، انا مش عايز اخش في التفاصيل، لكن البيانات كده برضو على اليو ار ال غلط. يعني في حاجات كتير جدا على اليو ار ال غلط، لكن لو حاجه بسيطه زي كويري زي رقم الموظف بس مش حاجه. ولذلك انا هعمل ايه؟ ان شاء الله هبعتها، بس هبعتها في البادي. في حاجه اسمها بادي واحنا بنبعت، وانتوا عارفينها طبعا، ان انا ابعت هنا في البادي، لان البادي هتسمح لي ان انا ابعت جيسون فايل ويكون متنسق بشكل كامل باذن الله. طيب انا هعمل ايه؟ هقول له في الاول هنا انا عرفت خاص بلي اد، عايزه كل حاجه لوحدها، يعني عايزه البيانات بتاعتي مفصله كل حاجه لوحدها، اللي هم ايه؟ اللي هم زي دول، من غير يعني امبلي اندرسكور اي دي، الاي نيم، الجوب، السالري، الهاير ديت، هم دول اللي بعمل بيهم الاضافه الدائمه يعني. ماشي فقلت له الاول اتاكد ان في بادي. انا ممكن اتاكد ان في بادي ازاي؟ اقول له اف ان الريكوست دوت كان اندرسكور ريد بادي. دي فانكشن جاهزه بتجيب لك، بتقول لك اه او لا. لا طبعا لو جابتك فورس معناها ان مش قادر يريد البادي اصلا. يعني ممكن نقول هنا ايه؟ هنعمل ان شاء الله، لكن انس ممكن اقول له انس بقى معناها ان البادي ما جاش. في الحاله دي انا هعمل ايه؟ هريسبونس ب 400، يعني هبعت له باد ريكوست، اعمل له زي كده يعني. هبعت له باد ريكوست تمام سيف تفصيل، وهقول له مفيش ايرور عندي، لكن هقول له مثلا ايه؟ سيند ديتا ان بادي مثلا، اي حاجه كده. وده من حقي، لان انا فعلا هو ايرور 400 فعلا، لان انت مش بيديني البيانات بتاعت البادي. تمام؟ طيب بعت لك كان ريد البادي. ماشي كان ريد البادي، يعني البيانات بتاعت البادي انا قادر اقراها، يعني قادر اقراها.
تمام؟ طالما قادر تقراه يبقى انا عايز التكست اللي اتبعت لك في البادي. طالما اعرف فرق بسميه البادي بيساوي وام قاري من الريكوست اللي جاي ريكوست دوت انا عايز اقرا البادي، فالبادي بتقري في حاجه اسمها تكست، فانكشن اسمها تكست. فكده انا اخدت التكست اللي موجود اللي مبعوت التكست يعني البادي كله. يبقى احنا كده عندنا ايه ريكوست دوت كويري بيبعت لي اليو ار ال بالكامل او انقي منه اللي انا عايزه تمام بالكده، او هقول له ريكوست دوت تكست فهيجيب لي البادي كله. البادي كله دي ممكن تكون بيانات كتيره وجسم كبير، ولذلك انا ممكن العمليه تاخد وقت، ممكن العمليه دي تاخد وقت اللي هي وانا بقرا البادي، فممكن الوقت اللي الموضوع ده يتاخر، ولذلك انا هعمل حاجه اسمها اويت. اويت الريكوست دوت تكست معناها ان انا هنتظر لغايه لما يتقري ويتحط جوه البادي، تمام؟ يعني الكود بتاعي هينتظر ان البادي كله يجي، لان ممكن الريكوست يحصل ولسه الجسم كبير فبيجي لي حته حته، عمال يجي لي لسه بيحصل له داونلود يعني لو الجسم كبير. طبعا مش هيبقى عندنا كبير، بس هو كده يعني الاي اي او عشان شغال كله اسنكرونوس فبيبقى عامل في حسابه ان في حاجات ممكن تتاخر، في حاجات سريعه، في حاجات ممكن ما تستناش، حاجات كده. فقلت له انا هاويت لغايه لما ريكوست دوت تكست اقرا التكست كله، بقى البادي معايا. بقى البادي ايه؟ بقى البادي معايا. البادي اللي معايا ده انا ممكن اقول له بادي بيساوي تمام؟ اقول له جيسون دوت لود لودز، احول الايه؟ البادي بتاعي عشان يبقى معايا جيسون. تمام؟ انا كده عشان اقدر اقراه بالشكل العادي بتاع الجيسون العادي. وبالتالي طبعا ده بادي جيسون ده كده البادي بقى معايا بقى جيسون، صح؟ اقدر بعد كده انقي منه بقى اللي انا عايزه، يعني مثلا اندر سكور اي دي هتساوي ايه؟ اقول له بقى اروح على البادي اللي هو الجيسون بتاعي. عايزك تجيب منه مثلا الامب اندر سكور اي دي، خلاص. وبنفس الاسلوب كده اقدر اجيب منه كمان لو انا عايز الاي نيم، هقول له هات لي من هناك الاي نيم. تمام، حلو. ايه تاني؟ قلت له مثلا الجوب، هات لي من الجيسون ده الجوب. ده كده كويس. يبقى كده المره دي فهمت يعني ايه بادي يبقى مبعوت لي واخدت منه المره، غير بقى ما كنت بقول له انبوت دخل الامبلو اي دي، انبوت هات لي دلدوس. هنا لا، هنا في ريكوست جاي من كلاينت السيرفر، وفي سيرفر بيحول الريكوست اللي جه ويفك منه البيانات ويبعتها. يعني في هنا شغل هنا اشتغل. طيب جوب وايه تاني؟ قلت له انا مش فاكر. الاي نيم والجوب في سالري وهاير دي ويتش ديت، سالري وويتش ديت. يبقى خلاص. قلت له ماشي. قلت له عندنا السالري. وعندنا الويتش ديت. طبعا على فكره برضه وارد ان يتبعت البادي بس ما تبقاش البيانات كامله، هيخش هنا ويقرا ده ويقرا ده ويلاقي ان الجيرنال مش مبعوثه فيضرب برضه. طبعا احنا هنجهز نفسنا في الجيرنال هيقع نفس الايه؟ نفس الفكره اللي احنا كنا بعتينها قبل كده اكسبشن قديم اللي هو لسه السيل والايرور ابعته وهقول له بدري كوست وخلاص. فادي الليله اهي كده كده في الايرور لما يحصل يعني. لكن انا كده اهو بالشكل ده انا جبت الام بي اي دي، جبت الام بي نيم، جبت الجوب، جبت السالري، جبت الهاير دي. الاربع بيانات بقى موجودين عندي. ولذلك انا اقدر دلوقتي ارجع الفانكشن بتاعتي الجميله اللي هي من ضمن الاوبجكت اللي هو اسمه امبلي، واقول له انا عايز اعمل اد امبلي. قال لي ابعت لي يا باشا كل البيانات الام بي اي دي، الاي نيم، الجوب، السالري، الهاير دي. قلت له ماشي. الام بي اي دي ادي الام بي اي دي كوما الاي نيم، قلت له الاي نيم كوما الجوب جوب كوما السالري سالري كوما اتش ديت اتش ديت، خلاص. طيب هي الفانكشن دي كانت بتريترن ايه؟ الفانكشن اسمها اد امبلي دي كانت بتريترن ايه؟ انا مش فاكر كانت بتريترن ايه؟ بتريترن نان، ممكن ترجع لك لا ترجع شيء يعني. ازاي احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل اد، انا اخش على احنا كنا عاملين ايه في الاد؟ لا كان في لو 201 دي كانت قصه يعني كنا بنبرنت ما كانتش بترجع حاجه صح. يعني ما كانتش هي اصلا في الاصل بترجع حاجه، كانت بتطبع بس. يعني الفانكشن بتاعت الاد امبلي بتطبع بس، انا هظبطها سنه صغيره
قلت له يعني خليك محترمه رجعي لي ترو لما يبقى تمام عشان عرفت ان الدنيا تمام، رجعي لي فورس لما يكون مش تمام، يعني ما فيش حاجه يعني، بس يعني بس رجعي ترو او فورس عشان اعرف بس ضاف او في مشكله ما ما ضافش، بس لمجرد المعرفه. فانا مسكت من جيت عليها هنا كده، فانا عارف النتيجه دي رجعي لي يا اما بالضاف يا اما كرييتد يا اما ايه ما حصلش كرييتد. فانا برضو ممكن اقول له الريسك بتساوي، فكده معايا الريس دي بتساوي يا ترو يا فولس دلوقتي. انا ممكن اقول له ايه ان ريس صح في الحاله دي، انا ممكن ارجع لك ريسبونس مختلف كده مثلا، اقول له ابعت لي ايه الداتا اللي هتبعتها لي، ممكن ابعت لك اولا الستيت خليها بقى المره دي ايه سكسسفول صح؟ يعني انت بترد قول لي تمام الرد بتاعك ان السيستم سكسسفول. طبعا مش 700 طبعا ايرور ايه؟ مثلا 200 او 201. 201 اصلا معناها ان هي كريت. 201 معناها كريت. لو رجعنا كده للتيبل اللي انا اصلا مش حافظهوش عايز احفظه تمام؟ هتلاقي ان ال 200 اهي 200 اوكي خلاص 201 يعني ايه؟ كريت. في 202 يعني اكسبتد. تمام؟ وفي 204 نو كونتنت ريسيت كونتنت، في بارشال كونتنت يعني انت بعت جزء من البيانات 206، في عندك 207 مالتي ستيتس في كذا حاله اوريدي ريبورتد و ممكن بارشال كونتنت نستخدمها على 206 على اساس ان احنا لما مطمن يعني لو ضرب مننا في الاخر خالص يعني احنا ماشيين كده كويس وبس مننا الام بي دي والنيم والجوب والسالري ده مش بعته مثلا تمام، فده يبقى بارشال ايه كونتنت. ممكن استخدم باد ريكوس وممكن استخدم ايه 206 بارشال ايه بارشال كونتنت يعني جزء من البيانات 206 تمام مثلا يعني اشتغل ما فيش مشكله. طيب على العموم انا قلت له ايه ان الريسبونس ده ترو هتبعت كل السيستم سكسسفول والدنيا تمام تمام حلو. Else معناها ان هو جاب فولس. جاب فولس معناها ان هو لم يتم الايه؟ لم تتم العمليه ما تضافش في الداتابيز. طبعا الستس مش هتاخد سكسسفول خالص. يعني معناها ان هو ما تضافش العمليه انت باعت بس البيانات ما وصلتش الداتابيز بشكل صح. طبعا مش هبعتها 200 يعني مش هبعتها سكسس اصلا يعني الميتينات كلها سكسس انا مش هبعتها 200 سكسس. انا هبعتها برضه كلاينت ايرور على 400 يا باد ريكوست يا يعني في كونفليكت يا اما في حاجه وقفت العمليه ما او الويست نوت اللي هو مش مسموح بيها الى اخره من الحاجات اللي احنا ايه ممكن نقراها بالتفصيل ونبقى عارفين احنا ممكن نستخدم ايه. انا هقول له باد ريكوست 400 ان في عندي مشكله ان البيانات ما اتضافتش تمام، او ابعت 500 على اساس ان السيرفر هو اللي ضرب المره دي زي 500 مثلا ان السيرفر هو اللي ايه او 501 نوت امبلمنتد ما اتنفذش لو ما تنفذش فخلينا بس 501 كل الكلام دوت مفيش مشكله خالص بس ايه انت بتنظم شغلك ان كل حاجه ليها معنى الكود دي معنى اصلا من غير الرساله من غير الرساله. طبعا ممكن تستغنى وتقول له هو كله امكانياته وخلاص وانت طبعا ده حاجه مش كويسه. على العموم انا قفلت شغل كتير جدا انا اخدت الريكوست البادي كله وبعته وبعدين اخدت النتيجه لو اتضاف تمام ببعت تمام لو ما اتضافش الداتابيز يبقى عندي مشكله. طيب وين عامل الاف تاني بره خالص لو ما فيش اصلا ما قدرش يقرا البادي يعني معناها اصلا ما هو مش بعت البادي في الحاله دي بعت له ستاتس سيند وقال له ان سند الامبلي داتا في البادي لو سمحت ولو كان في ايرور اخر عدى مني من كل الاكسبشن حطته في الاكسبشن تحت فقلت له خلاص ابعت لي الايرور اللي حصل تمام ايا كان تعامله كان 206 ماشي ومظبط بقى ارقام الستاتس كود يعني تعمل على ايه برضه هو نفس العنوان ده بس من غير بقى ايه فارنس من فوق. فانا هعمل نيو ريكوست هقول له اد نيو امبلي نفس العنوان بتاعي بس مش جت هو بوست ولما اخترت بوست فتح لي البادي وبالتالي
وبالتالي انا مسموح لي ان انا اكتب ايه ابعت جيس ديتا بتاعتي زي ما انا عايز. تمام هبعت الاي دي ام اندرسكور اي دي وده مثلا هعمل 1 1 1 3 هبعت الايميل مثلا خلينا ناخد واحد من الشباب معانا مثلا عمر صابر جوب تاني 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 ساري مش دي مثلا غير دي مثلا ويمي بسم الله عملنا سين هل هي 405 اللي في النقطة اللي هو مش مسموح بيها 405 405 نرجع كده للكود احنا كنا حاطين كود تسكود 405 ولا هو 405 مباشره اه ليه الميس نوت اللود يا شباب؟ اقول لكم انا ليه الميس نوت اللود؟ الميس نوت اللود يعني انا في شخص عندي بص على العنوان ده البص مش مسموح بيها ليه مش مسموح بيها؟ لان اصلا انا ما عملتش ستارت للسيرفر لان السيرفر كان قاري اخر حاجه اللي هي ما كانش فيه بص كان فيه جت بس فانا هريستارت السيرفر ستارت من هنا هريران سيرفر واجرب تاني وبسم الله كويس جدا رد عليا قال لي status field تمام الايرور قال لي accepting value line 1 column 1 مش عارف character 0 يعني اول نقطه مبعوثه احنا البيانات عندنا مش مظبوطه قلت له تمام تمام انت ممكن يكون بس البيانات انت عايزها بشكل جيسون خالص فانا البيانات دي انا هبعتها كرود انت بس ايه جيسون كرود داتا جيسون كانت البادي بس رو داتا جيسون ونظبطها لك كجيسون خالص من الـ API هقبل لكم بس الخط في الشات اهي الايميل ومسار خلي رقم زي ما هو تمام الكومات بقى تمام ده الايه الجيسون اللي احنا بعتناه جيسون بيور تمام مبعوث في البطن بسم الله نسند تلاحظوا بعت لي على طول من قبل ما اشوف النتيجه قال بعت لي 201 كرييتد صح؟ ستاتس كود 201 اللي هي كرييتد قال لي ستاتس سكسسفول ومديني 201 معناها ان هي اتضافت جوه عشان اتاكد طبعا انا كان عندنا هنا اكتر من ريكوست كان في عندي جيت امبلوي صح ممكن اروح عليها واعمل سند جديد عشان يجيب لي بيانات جديده واخليه يعرضها لي كجيسون الاحظ ان انا عندي فريد وعندي عمر صابر اتضاف زي ما احنا شايفين كويب ديفلوبر بجانب الاخ الثالث اللي كان معانا اللي هو محمد طه اللي كان موبايل ديفلوبر فمعناها ان العمليه تمت انسيرت تم والانسيرت تم بعتنا البيانات بشكل سليم في البادي بتاعنا عشان نعمل اد للامبلي والدنيا كانت تمام تمام كده طبعا نفس البيانات دي كده بالظبط نفس العمليات اللي عملناها دي هي بالظبط هي الابديت وهي هي الديليت مش هتاخد مننا اي وقت خالص يعني دي اد